الجمعة السوداء أو بلاك فرايداي هو أكبر يوم للتسوق في الولايات المتحدة الأمريكية، يوافق الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، ويلي مباشرة عيد الشكر. عادة ما يحظى فيه المتسوقون بتخفيضات قد تصل نسبتها إلى 80%، مناسبة يغتنمها عمالقة التجزئة الأمريكية لتحفيز مبيعاتهم. أجهزة التلفزيون جيدة جدا ويمكن شراؤها بنصف الثمن. قدمت إلى هنا على الساعة 3:30 صباحا وقد فتحوا المحل على الساعة 4:30، والآن نحن سعداء بالمشتريات. يوم بات عادة في العديد من الدول زادت شعبيته لتتجاوز الولايات المتحدة وتصل إلى كندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة. بلاك فرايداي هو أكبر يوم لتجار التجزئة على العموم باستثناء يوم العزاب في الصين، وبالتالي فهو يوم هام للتسوق. هي مناسبة تتزامن مع موسم شراء هدايا عيد الميلاد، مناسبة تتوقع فيها شركة فيزا يوروب أن تحقق عمليات الشراء عن طريق بطاقتها عبر الأنترنت والمتاجر 1.9 مليار جنيه استرليني.